وجي معادنا دلوقتي مع فقرة السوشيال لاب اللي بنحلل فيها أكاونتس المشاهير وبنتابع تفاعلهم على كل الأبليكيشنز بتاعتهم على السوشيال ميديا. لقينا أنها عندها على الإنستجرام 20,500,000 متابع، وهي بتتابع 917 أكاونت. هنا الزاهد نشرت لحد دلوقتي حوالي 1154 صورة وفيديو. تعالوا نشوف تفاصيل الصور والفيديوز دي ايه. طبعا معظم الاكاونت عبارة عن مشاهد وصور من اعمالها. اول حاجة لفتت نظرنا انها نشرت اكتر من 200 اطلالة ليها في مناسبات مختلفة، ودايما بتتألق في اختيار اطلالاتها اللي دايما بتكون مختلفة ومتنوعة. المعروف عن هنا الزاهد حبها للفوتو سيشنز، ودايما من فترة للتانية بتحب تنشر فوتو سيشن جديد، فلقينا انها نشرت اكتر من 100 صورة من فوتو سيشنز مختلفة. هنا الزاهد بتحب السفر جدا، وخصوصا الاماكن اللي بتتميز بالمناظر الطبيعيه، ونشرت اكتر من 30 صوره ليها وهي في بلاد مختلفه. من الانستغرام نروح للتيك توك. هنا الزاهد من الفنانات اللي ليهم حضور كبير جدا ومميز على التيك توك، ودايما الفيديوز اللي بتنشرها بتتصدر الترند بشكل كبير. بيتابع هنا الزاهد 7,800,000، وهي بتتابع 2 اكاونتس وحققت 25,200,000 لايك. وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب، وعرفنا هنا الزاهد بتعمل ايه على السوشيال ميديا.